مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. تتمثل الحالة الجوية السائدة لهذا اليوم في تمركز منخفض للضغط الجوي الفوتسا إكتوباسكال على الجنوب الجزائري، يساهم في تسيير تيار نسبيا قوي على أغلب مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لي ما بعد الظهر بالنسبة لي حالة طقس سحب عابرة بشمال تونس، أمطار متفرقة ببقية المجالات، إمكانية أن تكون مؤقتة عادية بالنسبة لشرق تونس. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس، ستهب الريح شمالية شرقية فشمالية أو شمالية غربية فشمالية شرقية بين 15-25، والبحر عامة يكون متموج. بشرق تونس ستهب الريح شمالية شرقية بين 20-25، تصل مؤقتا 30 عقدة، والبحر عامة يكون مضطربا. بخليج قابس تهب الريح بين شمالية شرقية بين 20-25، وتصل مؤقتا 30 عقدة مع هبات قوية من حين إلى آخر، والبحر عامة يكون متموج. بالنسبة للرؤية تمتد من 4 إلى 8 بشمال تونس ومن 1 إلى 6 ببقية المجالات. هذه الليلة سحب عابرة بشمال تونس وأمطار متفرقة ببقية المجالات، إمكانية أن تكون مؤقتة عادية تبقى واردة بشرق تونس. بالنسبة لاتجاه الريح، تتواصل الريح شمالية شرقية بشمال تونس بين 15-20، والبحر يتواصل متموج. بشرق تونس تتواصل الريح كذلك شمالية شرقية بين 20-25، تصل مؤقتا 30 عقدة مع هبات قوية، والبحر عامة يكون متموج. كذلك الشأن بالنسبة لخليج قابس، تتواصل ريح شمالية شرقية بين 20-25، وتصل مؤقتا 30 في شكل هبات قوية، والبحر عامة يكون متموج. بالنسبة للرؤية تتقلص من 6 إلى ميل 1 بأغلب مجالاتنا البحرية. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة خاصة على شرق تونس. الريح تتواصل من القطاع الشرقي بين 15-25 عقدة بشمال تونس، والبحر يكون مضطربا. كذلك بشرق تونس بين 15-25، والبحر عامة متموج نسبيا. بالنسبة للرؤية تمتد من ميل 1 إلى 7 أميال. نمر الآن منطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس، تتواصل الريح شمالية فشمالية شرقية بين 20-25، وتصل مؤقتا بشكل هبات قوية 30 عقدة، والبحر عامة يكون متموج. بالنسبة للرؤية تمتد من ميل 1 إلى 6 أميال. بالنسبة لحركتي المادة والجزر بميناء صفاقس، متر و6 سنتيمترات متوقع على الساعة 9 مساء و50 دقيقة و83 سنتيمتر في الساعة 3 صباحا و58 دقيقة. بميناء قابس، متر و49 سنتيمتر في الساعة 10 ليلا و4 دقائق، ومتر و8 سنتيمترات في الساعة 4 صباحا و7 دقائق. أما بميناء جرجيس ف63 سنتيمتر في الساعة 9 مساء و53 دقيقة و 51 سنتيمتر في الساعة 3 صباحا و56 دقيقة. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والانتباه. إلى اللقاء.